خطا دفاعي غير مقبول بالمره. كارفاخال جيمس رودريغيز، الله على روعة التسجيل. بيرلي يستحقوا الهدف لأنهم حاولوا كثيرا ومرارا وتكرارا. فرص على المرمى وهذا جول. عند العرب يقولوا كثر الدق يفك الحمى، وهذا اللي صار في المباراة. فنشاهد هذا الهدف من زاوية أخرى. من أجمل الأهداف حينما تشاهد الكرة تحت العارضة مباشرة. تقدم ريال مدريد.